بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجنائية الدولية عملت مذكرة بتوقيف بوتين، يعني باعتقال بوتين، يعني عايزين يقبضوا على بوتين. طب ايه هو السبب وازاي الجنائية عملت المذكرة ديت وبتستند الى ايه والقصة ماشية ازاي وايه هو السبب المعلن لهذه الامور وإيه هي الأسباب الخفية لهذه الأمور؟ خليك معايا وركز وأوعى تنام مني. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. الكل يتآمر علي. لو كان عندهم عدالة أصلاً كانوا حاسبوا بوتين على الجرائم اللي حصلت في سوريا من زمان مش من النهاردة. لكن هم ما قدروش يحاسبوا بوتين ولا يتكلموا في الموضوع ده لان هم عارفين ان هم اللي مكنوا بوتين وهم اللي دخلوه سوريا، والمسألة كانت فخ يعني مصيدة عايزين يدخلوا بوتين فيها، لكن بوتين دخل وانقلب عليهم وهم اللي وقعوا في المصيدة. الجزء ده هحكي لك في اخر الفيديو عشان خاطر ايه ما نخرجش من اصل الموضوع. طيب ايه هو السبب المعلن الوقتي اللي اوروبا بتقوله؟ السبب المعلن اللي هم بيقولوه دلوقتي ان بوتين خطف اطفال من اوكرانيا من دور الايتام ووداهم لروسيا وعرضهم للتبني هناك. الخ الخ الخ، ده السبب المعلن. خليني دلوقتي بس اناقش السبب المعلن ده بسرعه. هم لو المساله هكذا ان هم تجرؤوا وقرروا اعتقال اكبر مجرم حرب في العالم اللي هو بوتين واللي عنده النووي واللي ممكن يدمرهم، والسبب ان هو خطف اطفال على حد زعمهم. على فكرة هو يعمل كل حاجة، لكن انا ما بصدقش الغرب وما بصدقش التهم اللي الغرب بيقولوها وبفضل شاكك فيها، لان هم ما همش اهل عدل ولا اهل ثقة ان انت تاخد الرواية بتاعتهم. لكن خلينا نفترض صدق الرواية بتاعتهم ان بوتين خطف اطفال وبالتالي دي جريمة حرب وبالتالي يجب توقيفه واعتقاله. ده التسلسل اللي هم عايزينه. طيب في موضوع بيكشف كذبكم على طول وانتوا واقفين الوقت، ايه هو الكذب ده؟ ما انتوا عندكم القساوسة بالالاف اعترفوا ان هم اعتدوا على الاطفال جنسيا في دور الايتام اللي كانوا بيرعوها، وعندكم السوشيال السويدي بيخطف الأطفال، وعندكم الكنيسة الكندية والفرنسية والاسترالية وحتى الأمريكية والبريطانية، وكل الكنائس اعترفوا بخطف أطفال في حقبة من فتراتها وكده، وحتى الآن كمان استبدلوا وجه خطف الأطفال، بدل ما الكنيسة هي اللي بتخطف الأطفال بقت ايه بقى السوشيال هو اللي يخطف الاطفال. ولسه فضيحة عن الشرطة البريطانية، اتخطف من الفنادق اللي الشرطة البريطانية بتحرسها وبترعاها، اتخطف منها مئات الاطفال اللي هم اطفال اللاجئين اللي وصلوا بريطانيا من غير اب وام. وبعدين انت هتقول لي وصلوا من غير اب وام ازاي؟ اقول لك لان المنظمات الخيرية اصلا هي اللي جايباهم من المناطق اللي فيها نزاع، وما تستبعدش ان هي تكون المنظمات الخيرية دي خطفاهم من اهليهم، طبعا مش بشكل مباشر بس بتشتريهم من عصابات، والعصابات لما بتلاقي حد يعني هياخد الاطفال وتلاقي سوق ان هي تبيع فيه الاطفال بتخطفهم وبتبيعهم. وخليني بس ارجع للموضوع عشان ما اخرجش منه، يعني لو المسألة هي مسألة جريمة خطف اطفال، طيب يلو طبقوا اللي انتوا بتطبقوه على بوتين، طبقوه على القساوسة وعلى الكنيسة وعلى الناس اللي اعترفوا دول وعلى اكتر من 1500 ضابط منحرف في الشرطة البريطانية. ده بشهادة وزير الداخلية، يعني ده مش كلام اعلام ولا كلام حد عدو ليهم ولا كده، لا ده كلامهم واعترافاتهم. وانا اقول لك مش هيعاقبوهم، وان عاقبوهم هيطلعوهم من المناصب بتاعتهم وبعد كده هيشغلوهم في اجهزة المخابرات باوراق تانية وبتغيير اسم وقصص حزينة، يعني لف ودوران. كل ما المجرم يكبر عندهم كل ما يحبوا يستعملوه اكتر واكتر. فالسبب المعلن ان بوتين خطف اطفال، يبقى المفروض يقبلوا ان القساوسة برضو اللي خطفوا اطفال او الكنائس او الادارات دي
أو الشرطة البريطانية عملوا نفس الجريمة، يبقى المفروض كمان تصدر في حقهم مذكرة توقيف من الجنائية ويتحكموا على إن هم ارتكبوا جرائم في حقوق الأطفال وكذا ومش عارفين الأمور دي، بس ما بيعملوهاش ومش هيعملوها لأن هم أصحاب هوى في الحقيقة. على فكرة عايز أقول لكم شيء مهم جدا، أنا مش بدافع عن بوتين وعارف إن هو سفاح وعارف إن هو قتل أهلنا في سوريا وأنا غير راضي عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يثأر لكل الدماء اللي سالت في سوريا وفي العراق وفي كل مكان بسبب هذا المجرم. لكن أنا محور الحوار بتاعي إن أنا أبين لك الميزان المعوج اللي هو بتاع الغرب. على فكرة تركي الفيصل تكلم على الموازين المزدوجة أو المعايير المزدوجة عند الغرب، وده مش هينفع أحكي لك الفيديو كل الوقت، لكن هخلي له فيديو إن شاء الله ممكن يجي لك بكرة أو بعده. فالخلاصة إن لو هم يعني صادقون يبقى كل اللي يرتكب جريمة يلحقه العقاب، بينما تجد آلاف المجرمين أحرار في أمريكا وفي أوروبا وفي نفس الوقت رايحين يعملوها مع بوتين. ده مناقشة السبب المعلن وخلصنا منه. بقى عايز الوقت بقى الآن عايز انتقل إلى مناقشة مسألتين. المسألة الأولى، هل هم يستطيعوا تنفيذ هذا القرار ولا لا؟ والمسألة الثانية، إيه هو السبب الخفي لهذا القرار؟ فركز معايا يا أبو الشباب وما تنامش مني. أول شيء أن هم مش هيستطيعوا طبعا ينفذوا القرار بتاع الجنائية الدولية لأن هم ما قدروش ينفذوه على عمر البشير مثلا. وطبعا أنا قلت لكم زمان لما حصل انقلاب على عمر البشير، قلت لكم عمر البشير هو اللي عمل الانقلاب بالاتفاق مع العساكر لامتصاص ضغط الناس عشان ما يعملش مجازر في الشعب وكده. وقلت لكم عمر البشير مش هيروح الجنائية، والحد النهاردة عدى حوالي 3-4 سنوات وعمر البشير ما راحش الجنائية، وهكلمكم على الموضوع ده برضو في فيديو للسودان ان شاء الله يصلكم بكرة ولا بعده. لكن وجه الاستدلال هنا ان عمر البشير الرئيس السوداني اللي هي ما هيش قوة عظمى، واللي هم يعني مزقوا السودان كل ممزق وسلطوا عليها الميليشيات وخربوا المجتمع السوداني وقسموا السودان وعملوا كل الأمور دي، وما قدروش إن هم يعتقلوا عمر البشير ويودوه للجنائية الدولية. هيجوا يعتقلوا بوتين هيجوا يعتقلوا بوتين ويودوه الجنائية الدولية؟ مش منطقية طبعا. هينفذوا عليه حاجة زي كده؟ مش منطقية طبعا. طيب هم عملوا كده ليه بقى؟ فأنا هنتقل بقى للسبب الثاني وهو السبب الخفي ليه هم عملوا هذا الكلام. هم أول شيء إن هم عملوا قرار اعتقال بوتين عشان أسباب كثيرة، منها إن هم يعملوا فرقعة إعلامية وسط الشعوب الأوروبية، فالناس هناك يعني يحصل عندها نوع من الطمأنينة والارتياح إن هم بلاد قوية وإن هم يقدروا يعملوا ويسووا، يعني مسألة مخادعة للمجتمع في الدول الأوروبية. ده هدف أنا وإنت ننظر إليه على إنه هدف تافه، لكن هو هدف مهم جدا، لأن لو الشعب فقد الثقة في الحكومة هينقلب عليها والحكومة مش هتبقى عندها قوة حاضنة اللي هي الشعب وكده، وهتحصل مشكلة كبيرة. فهم كل شوية بيعملوا فرقعة عشان تفضل الثقة بتاع الشعب ممتدة في الحكومة، وأصلا هم مغرقين الشعوب في الجهل وفي المخدرات والرقص والغناء، والشعوب مش دارية بحاجة ونايمة على ودنها. ده سبب من الأسباب. في طبعا سبب تاني ان هو يمنع بوتين من ان هو يخرج من روسيا، لانه لو خرج يحصل له اعتقال او كده، ولكن السبب ده هيحرجهم هم اصلا، لان بوتين لو راح الصين مش هتعتقله، دي تحطها في اعتبارك، لكن برضو الغرب هيستفيد. ليه هيستفيد؟ لان بوتين لما يروح الصين والصين ما تعتقلوش، فده بيؤكد عند الغرب كمان وجهة نظرهم في ان الصين والروس كتلة واحدة عليهم، وده اللي هم بيحاولوا يتأكدوا منها كل شوية باختبارات ولاء متعددة هنا وهناك. ده هو الحال. وبعد كده مش هيقدر، هو اصلا بوتين ما بيخرجش اصلا من روسيا الا يروح الصين وبس، انا مش شفتوش راح اي حتة تانية، حتى بيلاروسيا راح اعتقد مرة واحدة من ساعة الحرب وكده، وبعد كده ما راحش، او حتى كانت قبل الحرب باسابيع كمان مش في بداية الحرب،
وبعد كده ما خرجش من روسيا مرة تانية. فخلاصة الأمر إن هم عندهم مكر من إن هم يعرقلوا حركة بوتين، وعندهم مكر تاني إن هم يطمنوا شعوبهم. خد بالك إن هم يعرقلوا حركة بوتين كمان إن هو لما الطيارة بتاعته تيجي رايحة أي مكان ما تقدرش تعدي على أجواء معينة وكده. وأنا أقول لك بوتين ما بيخرجش، وبوتين ما بيسخش في حد، وبوتين الوقت مثل الذئب بينام مغمض عين ومفتح العين التانية. خليني بقى أرجع وأقول لك قصة بوتين في سوريا، وأن هو عمل مجازر في سوريا رهيبة جدا، لكن عملها بدعم الغرب نفسهم، وكانت المسألة هي مسألة مؤامرة بينهم. كل واحد له هدف معلن وله هدف خفي. الهدف المعلن للغرب ليه؟ هم سمحوا لبوتين أن هو يخش يعمل مجازر في سوريا، لأن هم كانوا عايزين بوتين يخش يعمل مجازر في سوريا ويهرب والشعب يهرب، واللي ما لحقش يهرب يقتل ويموت، وبعد كده تفضى سوريا. وبعد ما سوريا تفضى إيه اللي يحصل؟ يخلوا إسرائيل تتمدد عليها. ده كان المخطط الغربي. يعني هيخلوا إسرائيل تتمدد عليها إزاي؟ ما هو بوتين هيكون جوه، ما هم هيقول لبوتين يا تمشي، يعني أنت خلاص فضيت الأرض في سوريا وعملت المذابح، يا إما أنت الوقت تاخد قواتك وتمشي بالحسنة، يا إما هنمسحك مسح وهنعمل عليك الناتو العربي، لو أنتوا فاكرين قصة الناتو العربي، وهنخش عليك من عند الأردن وهنمسحك أنت والقوات بتاعتك. فاللي حصل إيه؟ هم كانوا معتمدين على القوة العسكرية، والقوة العسكرية الأساسية بتاعتهم كانت معتمدة على إن هم يضربوا القواعد العسكرية اللي بوتين عملها في سوريا، وكانوا معتمدين على ان هم يضربوا القواعد العسكرية دي بصاروخ التوماهوك والصواريخ الحديثة بتاعتهم. وبعد كده بوتين قال لهم مش هخرج، فطبعا هم قالوا له احنا هنضرب القواعد بتاعتك، قال لهم مش هتضربوا القواعد بتاعتي، وانا اتعهد باسقاط كل الصواريخ اللي تطلقوها من هنا او هناك. طبعا الغرب اتصدم بالحكاية ديت، والغرب بقى الوقت ايه؟ عايز يشوف التجربة العملية، عايز يشوف هل فعلا بوتين عنده القدرة على اسقاط الصواريخ. فلو عنده القدرة على اسقاط الصواريخ يبقى المخطط الغربي كله راح في الارض يا ابو الشباب، لان هم مش هيقدروا يهدموا القواعد العسكرية ولسه الوجود الايراني جوه. وبعد كده لو دخلوا عن طريق الناتو العربي اللي ترامب لما كان في الحكم كان بيحلم ان هو يعمله، ولو وصلوا للمرحلة دي هتحصل حرب ضروس هنا وحرب ضروس في المنطقة ديت، الطرف الثاني والطرف الثالث يعني روسيا والصين هيبدأوا يسخنوا العرب على إسرائيل، وهيبدأوا بقى يدعموا الفلسطينية عيني عينك، وهتبقى فلسطين يعني هتبقى إسرائيل في مهب الريح، والدنيا ممكن تنقلب على فلسطين والدنيا ممكن تنقلب على إسرائيل ويقتلعوها من جزرها. فده رادع خلى أمريكا إن هي لا تفضل هذا العمل، فقال لك خلاص أما نشوف. واتفقوا مع بعض فعلا على التجربة العسكرية. إيه هي التجربة العسكرية؟ هي إن أمريكا سوف تطلق أقوى صواريخ عندها عشان تضرب القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وفي المقابل بوتين هيسقطها. يعني ده بيقول له أنا هضرب ووصل لك الضربات، وبوتين بيقول له مش هتقدر توصل الضربات، انا سوف اسقط كل الصواريخ. فكان الحل بينهم ايه؟ الحل بينهم هو التجربة العملية، ومن غير التجربة العملية محدش فيهم هيصدق التاني. واحد بيقول له انا هضربك، والتاني بيقول له ما تقدرش تضربني وانا اقدر ادافع عن نفسي. فمفيش حل غير انه يا فعلا يخشوا في الحرب، يا اما يعملوا تجربة عملية، والتجربة العملية دي بتؤدي الى ان كل واحد بتبقى عنده تصورات واقعية، والتصورات بتاعته دي بقى بتخليه ياخد قرار هل هو يحارب ولا ما يحاربش. الكلام اللي انا قلته لك شوية اللي فاتوا دولت بعضه استنتاجي، لكن مبني على الاخبار اللي كانت دايرة في وقتها. لما ترجع ل 12/4/2018 و18/4/2018 الاحداث كانت شغالة هناك، وترامب كان بيكتب على التويتر بيقول لها استعد يا روسيا سوف تأتيك صواريخنا القوية الجميلة، ويعني نبرة التحدي، يعني ورينا هتوقعيها ازاي وكده.
واللي حصل بقى ايه يا ابو الشباب، ان فعلا البارجة امريكية، يعني مركب عسكرية امريكية ضخمة وواحدة بريطانية وواحدة فرنسية وواحدة المانية، يعني الذئاب الاربعة دول. بس في الحقيقة المانيا رايحة هناك عشان ايه؟ عشان تشوف كل حاجة بعينيها، لان هي مش هتثق في المعلومات اللي امريكا تنقلها او في المعلومات اللي فرنسا تنقلها لها او كده، فعايزة تروح عشان تشوف بعينيها. لكن الاطلاق، اطلاق النار هيحصل منين؟ هيحصل من البارجة الامريكية، وهيطلقوا اقوى صاروخ امريكي في هذا الوقت اللي هو صاروخ التوماهوك، وهيشوفوا بقى ايه روسيا هتقدر تسقط ازاي وهي ايه، وهي متمركزة في القواعد العسكرية في سوريا. والتجربة حصلت يا ابو الشباب، وبعد ما حصلت التجربة فعلا بوتين اسقط كل الصواريخ اللي تم اطلاقها من البارجة الامريكية على القواعد الروسية، وما فيش ولا واحد فيهم فلت. وانهارت القوة الامريكية بسبب ايه؟ بسبب الصواريخ اللي سقطت، سقط معها كل الهيمنة الامريكية، وسقط معها كل الردع والتخويف اللي امريكا بتخوفه لبوتين وللعالم في الحتة دي. التجربة العملية اللي انا حكيت لك عليها دي اثبتت فشل الميكانة العسكرية الضخمة بتاع الغرب في ان هي تدمر المنطقة وتدمر القواعد العسكرية وتدمر كل نقاط العسكرية الروسية. وبعد كده ايه الغرب بقى يخش سواء بحلف ناتو عربي او يخش بشكل مباشر على سوريا، وبعد كده يعني ينظف الدنيا من وجهة نظره. طبعا احنا عارفينه عايز يوسخ الدنيا طبعا، يعني عايز يزيح الشعب ويزيح اهل البلد ويزيح الناس ويدي الارض لاسرائيل تتمدد عليها، يعني النظام الامبريالية الامريكية والامبريالية بتاع الامبراطوريات عموما. والامبريالية هي ايه؟ هي ازاحة الناس من اراضيها سواء بالقتل او بالتهجير، وبعد كده يفضوا الارض، وبعد كده يجيبوا ناس هم يوالوهم ويضمنوهم ومنطنتهم ويحطوهم في هذا المكان عشان يضمنوا المكان كله ويضمنوا الموقع الاستراتيجي ويضمنوا ولاء هؤلاء القوم. لكن طول ما الشعب السوري موجود في سوريا اللي هيحصل ايه؟ عمرهم عمر الغرب ما هيضمن ايه ولاء الشعب السوري. فالافضل طبعا للغرب ان هو يقتل الشعب السوري ويهجره ويجيب اسرائيل تتوسع. اسرائيل اللي هي من ساعة ما انشئت لحد النهاردة كان المفروض ان هي في خلال 20-30 سنة تسيطر وتعمل اسرائيل الكبرى، لكن في الحقيقة لحد النهاردة اسرائيل مش قادرة تسيطر على كل فلسطين، والفضل لله وحده لا شريك له، والله سبحانه وتعالى سخر الفلسطينية بمعنى الكلمة، الفلسطينية اللي تآمر عليهم العرب وتآمر عليهم الانجليز وتآمر عليهم بعدهم الامريكان وكل اللي رايح يتآمر عليهم واللي جاي يتآمر عليهم، لكن صمدوا بقوة. عموما مش حديث عن اخواننا في فلسطين الوقتي، انما انا بس حبيت اقول لك ان هم اوقفوا تمدد اسرائيل. عارف لولا ان الفلسطينية اوقفوا تمدد اسرائيل كان زمانها ابتلعت فلسطين كلها، وابتلعت لبنان، وابتلعت سوريا، وابتلعت مصر، ويمكن ابتلعت كمان السودان وجنبي، وابتلعت ليبيا، يمكن ابتلعت المنطقة كلها. لكن هم تعثروا في فلسطين وتعرقلوا عرقلة شديدة هناك. ارجع للموضوع الاساسي واقول ان الغرب لو عنده انصاف كان حاكم بوتين على الجرائم اللي عملها في سوريا، لكن الغرب مش قادر يحاكم بوتين على الجرائم اللي عملها في سوريا، لان الغرب شريك مع بوتين في الجرائم اللي عملها في سوريا، وممكن يعمل له محاكمة صورية لكن هيبقى فيها جدل، وده يقول له كذا وده يقول له كذا. لكن اما يجيب له التهمة بتاع الاوكرانيين تبقى لزقة فيه بشكل او باخر، ويقدروا ان هم يروجوها، ولما يروجوها يقدروا يقنعوا شعوبهم بيها وكده، ويقدر حالهم ايه يمشي بهذا الشكل. انا اعتقد انه هم يفهموا هذا الكلام جيد، وان هي مجرد فرقعة اعلامية عملوها مش اكتر من كده، وهيدفعوا الثمن يا ابو الشباب الوقت الروس والصينيين صحيوا لهم، وكل يوم الثقة تنهار اكثر في امريكا وفي حلفائها،
ولاحقا مش هيبقى قدام امريكا وحلفائها الا ان هم يستعينوا بالمسلمين بقيادة الاتراك او ان هم يواجهوا روسيا والصين والايرانيين بشكل مباشر. ولو حصلت المواجهة دي، وعلى فكرة انت لو تقول لي ان الغرب يستعين بالمسلمين عشان ان هم يقفوا حائل بين الشرق والغرب ويوقفوا السفهاء، هذا افضل، ولا ان احنا ننسحب وما لناش دعوة والغرب والشرق يحرقوا في بعضهم؟ اقول لك خلينا احنا ننسحب، خلينا احنا ننسحب عشان يعرفوا قيمة الدين ويعرفوا قيمة العدالة ويعرفوا قيمة الكلام اللي قاله الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه لما في كتابه ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. الاتجاه بتاعه كان اتجاه أخلاقي، لكن ما هو انت الدولة اللي ما عندهاش أخلاق ما تتحول إلى دولة إمبريالية جزارين وتتحول إلى عصابة وعايزة يعني تذبح الناس. ده اللي فات الشيخ حسن أبو الحسن الندوي ان هو يقوله، فهو كان مركز على الجانب الأخلاقي والروحاني والعاطفي وكده والديني طبعا، لكن الجانب الاستراتيجي والعسكري هو اللي طفى على السطح. الوقت بقى الوقت لو احنا نقدر نخرج بره الصراع، بس طبعا مش هنقدر نخرج بره الصراع، لكن من باب الفرض يعني لو احنا نقدر نخرج بره الصراع، انا هقول لك روسيا والصين من جهة، وهيكون معهم حلفائهم الهند كمان، لان الهند في الاخر هتلاقي ما فيش، هتلاقي الامريكان مش قادرين يدعموها وكده، فهتفضل السلام وتفضل الحلف الصيني لانها بتدور على مصالحها. فهتلاقي الهند والصين اللي هم عداء تاريخي هيتحولوا الى ايه، الى اصدقاء او الى حلفاء، لان دولت هم يعني طريقتهم كده. وهتبقى كمان روسيا حليف قوي معاهم وهيذبحوا بعضهم ذبح شديد جدا. فهم الوقت الغرب اعتقد ان هو بيضغط بكل قوة عنده، لكن في نهاية المطاف هيبدأ ان هو يقوي المسلمين على اساس المسلمين يقفون حائل وحاجز بين سفهاء الشرق وبين سفهاء الغرب. لكن انا من جوايا نفسي الكشف عن الدولة العميقة في الغرب، لانها حلف شيطاني إبليسي بشكل رهيب جدا. لما أقولك الكلام ده لازم تفرق بين الدولة العميقة في العالم والدولة اللي هي الحكام اللي انت بتشوفهم اللي هم الطراطير اللي بيطلعوا في الإعلام، وبين أجهزة المخابرات. دول إيه؟ دول حلف، والأجهزة الأمنية عموما دول حلف. لكن الشعوب الأوروبية ملهاش علاقة بالجرائم دي. الشعوب الأوروبية ناس عايشين زي وزيك كده، بيدوروا يعني اللي هم بيتميزوا عننا فيه، أو اللي هي الحتة كويسة عندهم فيها إن هم عايشين أحسن من بلاد المسلمين، لأنه الغرب كان بيسعى دائما إن هو يغرقنا في الفقر باستمرار ويعمل لنا مشاكل عشان خاطر الشباب بتاعنا يضطر يهاجر، وقصة حزينة وكده. لكن أنا أقول لك شعوب الغرب نفسهم شعوب زينا، يعني فيهم الكويس وفيهم الوحش وفيهم الخير وفيهم اللي يتعامل معاه كويس وفيهم كذا، لكن اهتماماته عموما ما بيهتمش ان هو عايز يدبح مثلا، ما بيهتمش ان هو عايز يغزو بلد، او ان هو عايز مش عارف يعمل ايه، ما بيهتمش ان هو عايز يستغل لاجئين او يعمل هجرة. ممكن يكره الهجرة اللي بتأثر على الوظائف بتاعته او كده، لكن ما فيش حاجة في ايده. الشعب غارق في الخمر ومش داري بحاجة. ده الفرق بين الشعب وبين الحكومات ديت. الموضوع طول يا جماعة، وخليني اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.